السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان
خلقاني كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون يخشون خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, untuk makluman bersama peserta yang baru sahaja selesai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi ialah Cik Wan Sofia Aini binti Wan Muhammad Zahidi mewakili negeri Kelantan.